الحفل هالليلة توقت من ضايع في الفعريس انا حامد الغالي طلته هالليلة ما هي بعدية طلت من طيبها تشرح البالي الحفل هالليلة توقت من ضايع في الفعريسنا حامد الغالي في الفعريسنا حامد الغالي طلته الليلة ما هي عادية طلت من طيبها تشرح البالي طلت من طيبها تشرح البالي مرحبا يا حامد وحيها الجاية يا سليل العز يا ناس الارجالي ألف مبروك وعسى فرحتك حية ليلة افراحها مثلهم وارتم مطيق فرحة خيالية يا عسى يسعدها رب السما الوالي يا عسى يسعدها رب السما الوالي المشاعر الحبط صافية لك تبارك بالقوافي والامثالي وانت يا حامد من اهل الشهامية شيخ جيلك بالمراجل والافعالي هبتك هبة وفعولك رهوية طيبكم ورد من اعمال يا عسى افراحكم دايما حية والمحبة والسعادة لكم غالي الحفل هالليلة توقت من ضايع في الفعريسنا حامد الغالي في الفعريسنا حامد الغالي طلت هالليلة ما هي بعادية طلت من طيبها تشرح البالي طلت من طيبها تشرح البالي مرحبا يا حامد سليل العز يا ناس الارجال ألف مبروك وعسى فرحتك حية ليلة افراحها مثلهم مالي فرحتم مطفيك فرحة خيالية يا عسى يسعدها رب السما الوالي يا عسى يسعدها رب السما الوالي من مشاعرها من صافي النية لك تبارك بالقوافي والامثالي وانت يا حامد من اهل الشهامة خجلك بالمراجل والافعالي هبتك هبة وفعولك رهوية طيبكم ورث من اعمام واخوالي طيبكم ورث من اعمام واخوالي والختام ادعو وارفع لهدية هن يسعدكم بكل وقت وحالي يا عسى افراحكم دايما حية والمحبة والسعادة لكم غالي تم التسجيل والمكساج في استوديوهات رني.